انت؟ لا عرف نفسك الاول. انا اسمي اياد من معتصم ميدان التحرير. وبعتبر نفسي ان انا شاهد عيان على وقائع كتيره من بدايه احداث الثوره، سواء من 28 او اليومين دول. دلوقتي 28 مقرر، 28/6 ولا 28/1، العمليات بقت مقرره دلوقتي. والله حضرتك العمليات مقرره، وافتكر قبل ما حد يسالنا السؤال ده ببساطه خالص يقول لي ايه العائد اللي جانا. انا ما شفت الثوره في العالم تقوم ضد في الفساد الاداري، وفجاه بان الفساد الاداري هو اللي بيتثبت، اللي هم ابناء عاملين والابناء المورثين واللي داخلين برشاوي هم اللي بيتثبتوا وبتزيد مرتباتهم، وانا المواطن ابن البطة السوداء انا اللي بينبني الغلا ومشغلين عليا فزاعة الاقتصاد الاقتصاد الاقتصاد. انا بس عايز اسالهم سؤال يعني بسيط قوي قوي، هو الاقتصاد لما كانت عدالته دايره كويس كده كنا احنا فين؟ ولا احنا معزومين في الهم بس؟ يعني المفروض الناس دي بتتعامل، يعني انا متهيالي اللعبه اللي بيلعبوها دي لعبه غبيه جدا جدا، وما زالوا فعلا بيضحكوا على الانسان الغلبان. فعلا فعلا الناس دي أسوأ مما نتخيل، وما زالت المنظومة. هو كل اللي عملوه إيه؟ الناس الأسماء المحروقة اللي هي بتاع الحزب الوطني اللي ابتزلت لدى الجمهور وتعرف عنها الفساد وريحتهم طلعت، ركنوهم وطلعوا الصف الثاني، شالوا ألدو وجابوا شاهين، شالوا الصف الأول بتاع الحزب الوطني وطلعوا لنا الصف الثاني. وبيلتفوا بقى على الثورة إزاي؟ بالطرق القذرة بتاعتهم، بيبعتوا ناس هنا يقعدوا في وسط الميدان ويعملوا أحزاب جديدة بمسميات جديده، وهي في الاساس استنساخ للحزب الوطني. وانا كنت شاهد عيان على استنساخ، يعني زي العمليه المشهوره اللي حصلت للنعجه دول اللي بره، اللي هي استنساخ رجب بلال حميده جديد ومصطفى بكر جديد، الرموز الوهميه اللي كانت موجوده بتاعت المعارضه دول اللي كانوا بيسقوا في طبق واحد. للاسف كان بيجرى في الميدان عمليه استنساخ ليهم، فانا بقول لهم العبوا غيرها وفكروا بطرق كويسه لاداره الازمه. وبوجه النداء لكل بني ادم، لكل بني ادم كل في يوم حرام من دم الشعب الغلبان ده، رجع فلوس الناس. المحليات اللي حلوها دي، هي المشكله كانت في حل المحليات. انا نفسي اعرف الرشاوي اللي كانوا بياخدوها دي مين اللي كان بياخدها؟ مين اللي كان بيقسم معاهم فيها؟ ده الرشاوي اللي كانت بتتاخد للمحليات اقسم بجلال الله لو رجع جزء منها هنتفوق على الاقتصاد بدول كتيره اوروبيه. طب نبذة اللي حصل امبارح؟ اتفضل. اسبابها ايه امبارح؟ ايه اللي حصل الساعه 4 كده؟ والله حضرتك موضوع البياعين ده كان مكشوف قوي في اعتصام 9 مارس. كان في دس كتير من البياعين بطريقه غريبه، الناس دي مش ناس جايه تاكل عيش، لا الناس دي موجوده هنا لغرض في لغايه تانية. الغرض التانيه ديت اللي هي الاساءه للميدان والثوره. وانا كنت شاهد عيان انا والاخ سمير اللي نايم ده. كنا شاهدين عيان على ولد امين شرطه. قيل ليه ان هو اسمه عادل وكده. عادل؟ عادل. مش ده اللي سجلنا صوره امبارح تقريبا؟ تقريبا. انا ما شفتوش هو بيتصور. هو الولد ده كان يوم الخميس، احنا قعدنا طول الليل عشان نشوف العيال دي قاعدين لحساب مين. فرق مهماتها ان هي تهجم على الناس، الشخصيات العامه والمشاهير، معجبين واللي يسرق محفظته واللي يسرق موبايله ويفرهدوه ويخلوه يقرا اللحظه اللي نزل فيها الميدان. مجموعه تانية مهمتها ان هم يسوقوا للميدان من خلال قاعدين يشموا كله، يشربوا مخدرات كده، وكل مجموعه معاها ليدر. واحنا كنا شاهدين عيان طول الليل على الولد ده. والصبح جت عربيه نجده من العربيات اللي نازله جديد ديت، العربيات الجيب، وخدت الولد ومشيت، جايه بقوه مباحث وخدوه ومشيوا. فالمؤامره اللي هم بيعملوها ايه؟ لو حضرتك عقدت مقارنه بين الفتره اللي من ساعه ما الثوار سابوا فيها الميدان وتقارن بينها واليوم 2/2 اللي هو اليوم المشهور اعلاميا بموضوع الجمل، موقعة الجمل، وتقارن بين الصوره دي والانتخابات اللي كانت بتجرى في السابق، وتشوف منظر الناس العرر دول اللي هم تبعهم اللي كانوا بيسوقوا لمصر جدا في الداخل والخارج، هتلاقي الصوره واحده. هتلاقي الصوره واحده. فالناس دي بتلعب لعبه فعلا شبههم، فعلا بتلعب. هم اخرهم كده، هم اخرهم كده، هي دي مصر بتاعتهم. مصر بتاعتنا دي حاجه تانية. مصر بتاعتنا دي اللي هي فعلا اطلاق الهمم، اطلاق الهمم، والناس اللي معمول عليها اطراب دي الناس دي تطلع. احنا مش عايزين الوشوش العكره اللي هي بتطلعنا في الاعلام، والناس اللي بتركب الموجه. خلاص الناس دي احنا سئمناهم خلاص، فعلا على راي الراجل التونسي والله العظيم هرمنا فعلا. الناس دي خلاص اتحرقت، الناس دي كدابه، الناس دي. انا مصطفى بكر ده انا شفته في الحياه، اقسم بالله ما عارف يقرا ثلاث سطور على بعضهم، والله ما عارف يقراهم.
يعني بيقرا ثلاث سطور اخطا في ثلاث كلمات. انا مش عارف ده كاتب صحفي ازاي، انا مش عارف هي الناس دي فعلا كانوا بيضخمه لنا من امن الدوله. انا مش فاهم، انا مش شايف حد كفء مسمع اعلاميا. انا كل اللي ظاهر في الصوره ناس عرر، واسف ان انا بقول كلمه عرر، بس لو عندي لفظ اكثر من كده هقوله. انا مش شايف حد كفء بيطلع خالص نهائي نهائي. انا بشوف ناس منفوخه اكتر من اللازم فعلا، الناس دي شغل. والحمد لله ان احنا كشفنا ناس منهم كتيره جدا. اعتصامكم مستمر ان شاء الله، مستمر لتحقيق كل مطالب الثوره لحد ما انا وانا قاعد كده احس بالتغيير فعلا. احنا ما كناش طالعين بنهزر، لعبونا بالفلوس وتضييق الحال والله العظيم ثلاثه، والله العظيم لو مش هناكل وهنشرب قاعدين. اقسم بالله انا سايب بيتي وابني، لو ما اتحققتش مطالب الثوره اقسم بالله لا هفضل قاعد. الناس دي على فكره شيخ الرابطه للاسف احنا بنحارب عدو واحد، لان الحكومه كلها اينما وجد النسر اينما وجدت الاحزاب العائليه والمحاسيب والموارثين وارباب الموارثين وجيران الموارثين واللي دافع، فالحكومه كلها عيله واحده. وعايزين ننتبه لدي كويس جدا ونحط تحتها مليون خط، اللي احنا بنحارب عدو واحد اللي هم عائله النسر. شكرا على كده، ربنا يخليك.